خلينا ناخد على التليفون كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي ونفهم اكتر. يعني كابتن ناصر طبعا انا هصبح على حضرتك في البدايه، ومعلش يعني عايزين نفهم من حضرتك وتفاصيل بقى اكتر، وايه اللي بيحصل، ودي مش اول مره، وحضرتك كنت معانا قبل كده وكنت منور برضو قناه الاهلي كذا مره، وناس كتيره جدا حتى لا ينتموا للنادي الاهلي تحدثوا ان في اخطاء بتحصل او بتحدث يعني متكرره مع النادي الاهلي، واحنا ما عندناش رفاهيه ان يبقى في اخطاء ابدا او نقاط لا تحسب او غيره. خليني افهم من حضرتك يا كابتن، اتفضل يا فندم. صباح الخير عليك يا مهوان، صباح الخير عليك كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلينا نتكلم في البدايه بصفه خاصه عن مباراه امس، وبعدين هتكلم بصفه عامه عن الاخطاء التحكيميه اللي حدثت خلال مباراه النادي الاهلي في بطوله الدوري. بدايه قبل ما اتكلم في التحليل التحكيمي، انا بقول ان انا بحمل الحكام الفار امس المسؤوليه كامله عن الغاء هدف صحيح 100%. الكره تعبر بكاملها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضه، وللاسف الشديد الفار لم يتدخل. حاله من الحالات المهمه جدا جدا اللي اثرت في نتيجه المباراه. مش بس هي دي الحاله، ولكن خلينا اقول ان الاخطاء المؤثره في نتيجه المباراه فقدت النادي الاهلي اكثر من 15 نقطه على مدار هذا الموسم. الاخطاء التحكيميه هي لها حدود على فكره، يعني الاخطاء التحكيميه لها حدود. صحيح. وبنسبه التحكيم المفروض الاخطاء التحكيميه لا تتعدى 10%. بالقياس بالاخطاء التحكيميه هذا الموسم، انا اعتقد ان الاخطاء زادت عن 35%، وده كتير قوي في التحكيم. خلينا نروح للهدف اللي الكل بيتكلم عليه، وهتكلم بالمنطق وهتكلم، يعني انا بستغرب وعلامات استفهام كبيره جدا جدا على عدم حساب هذا الهدف. لما نيجي نشوف اللعبة، وانا محتاج بس حد يعني يوقف، بس هقف هنا. هقف هنا. وهنتكلم بالمنطق مع بعض كده وبالافتراضات الجميلة. نمرة واحد، لما انا ما عنديش تقنية متكاملة، يعني المفروض حاجة اسمها الجول لاين تكنولوجي، دي مش موجودة في التقنية للأسف الشديد. بس خليني بس نثبت الصورة، خليني بس يعني عشان خاطر أوضح للسادة المشاهدين الأمور ماشية إزاي. هاجي اروح للحكم المساعد اللي هناك، من فضلك بس وقف لي من فضلك على لقطه لاعب طلائع الجيش وهو واقف على خط. بس اللعبه ديت هقول يا فندم، خليني نقط بس. الرجل اليمين هنا بتلامس خط المرمى. الرجل اليمين هنا بتلامس خط المرمى. لما الرجل اليمين تبقى موجوده على خط المرمى، يعني حد يفهمني، انا كنت حكم دولي ومحاضر دولي. الرجل الشمال هنا، لو احنا عملنا القياس ما بين الرجل اليمين والرجل الشمال، انا شايف الرجل الشمال تخطت خط المرمى على الاقل ب 50 او 60 سم. المحيط بتاع خط المرمى او حجم خط المرمى هو 12 سم. خط المرمى دوت سمكه 12 سم. لما تبقى القدم من الركبه للمشط اللي هو لعب الكره داخله بالكامل المرمى، واللاعب اخرج الكره من داخل المرمى. اين تقنيه الفار؟ اين تقنيه الفار في هدف صحيح 100%؟ وما تقوليش اصل الفار ما تدخلش، او ما تقوليش ان التقنيه مش جاهزه. انا هنا بتكلم في النادي الاهلي اللي خسر امس نقطتين، مش امس بس، وفي مباريات كتيره قبل كده ان الفار لم يتدخل. والغريب انا عايز اسال سؤال، ان هذه الحاله لم تستغرق في الشك عليها اكثر من 5 ثواني. في بعض الحالات التحكيميه، وهقول ان الماتش المباراه اللي فاتت كان هناك حاله استغرقت 5 دقائق و38 ثانيه، حاله كانت بيتعمل عليها تشيك خاص بالتسلل. لان حاله زي ديت امبارح حصل فيها تشيك 5 ثواني، فانت حتى ما لحقتش حتى انت كفار تشوف الحاله بشكل جيد. يعني انا بقول ان هنا الفار بحمل مسؤوليه كامله في عدم احتساب هدف صحيح. خسر النادي الاهلي امبارح بنقطتين، والهدف الكل يعني بالمنطق وبالعرف وبالمعايير التحكيميه الهدف هنا صحيح، وقلت ان الرجل اليمين هنا بتلمس خط المرمى اللي هو سمكه 12 سم، الرجل الشمال تقريبا داخله اكثر من 50 60 سم. ده فيما يتعلق بالهدف، وهنا زي ما قلت علامات استفهام كبيره على حكام تقنيه الفار في هذه الحاله. شرح اكثر من رائع يعني للتفاصيل
بتاعه الهدف بالامس كابتن ناصر. خليني بقى اروح مع حضرتك لان الموضوع بجد بقى مثير للاعصاب حقيقي والله. احنا بنتكلم احنا مش عايزين غير حقنا يعني، ما تجاملنيش لكن ما تظلمنيش يعني. موضوع غريب جدا، وش معنى كل جول مع النادي الاهلي اروح اشوف الفار؟ انت بتفقد حتى جمهور الاهلي اللي بالملايين متعه ان هو يفرح اول ما الجول بيجي، ففي ايه يعني؟ هو للدرجه دي اجوال الاهلي محتاجه في كل حاجه فار؟ عايزين نفهم. أنا بقول حاجة مهمة جدا يعني، هذا الكلام أنا قلته قبل كده، قلت إن المباريات المتبقية من بطولة الدوري العام لابد من اختيار الحكام الأكفاء، ومش عيب أبدا إن أنا أقرر حكم الميدان وأقرر حكم الفار، لأن أنا النهاردة ببحث عن العدالة التحكيمية. بالظبط. من غير المعقول النهاردة تجيب لي حكم فار خبرات قليلة. معلش أنا عندي كمان مشكلة هنا إن هوند، أنا المشكلة إيه هي؟ إن الحكم أحيانا لا يثق في قرارات الحكام الفار، نتيجة إن الحكم ذات خبرة كبيرة، حكم دولي، حكم الفار حكم صاعد لسه ما عندوش الخبرات، وبالتالي هنا في مشكلة ما بين الحكمين. عشان أحط حكم وندفع احنا بقى الضريبة، يعني أنا أدفع الفاتورة يعني معلش يعني. بالظبط كده. عشان أحط حكم فار في مباراة مهمة لابد أن يكون عنده الخبرات والشخصية التحكيمية الكبيرة، اللي يبقى عنده قناعات بحساب المخالفات أيضا، ويكون الحكم مباراة مقتنع بكل قرار هو بيقول له عليه. إنما أنا شايف من العكس في هذه المباراة، وأنا قلت الكلام ده أكثر من مرة، وقلت إن عندنا مشاكل في حكام الفار. زي ما قلت انا بتكلم بس خاصه في مباراه امس، انا عندي حاله من الحالات المهمه جدا جدا ايضا بخلاف الهدف الذي لم يحتسب. هنا اتكلم على قضيه، بالله عليك قول لي ان اللاعب المدافع هنا الرجل والقدم رايحه فين؟ يعني حد يديني هذه اللقطه، هل من المعقول ان الفار لم يتدخل فيها؟ طيب لو قلنا ان الحكم هنا ما عندوش القدره نتيجه عدم التمركز ونتيجه عدم وجود زاويه واضحه لهذه الحاله، اين دور الفار في حالة ركلة الجزاء الصحيحة التي لم تحتسب لجونيور أجاييه وهو يبعد تماما عن خط المرمى تقريبا 3 يارد؟ هنا هذه الحالة أيضا لم تتراجع من الفار، وأنا برضه بحمل الفار مسؤولية عدم استرجاع الحكم. هو احنا قلنا الفار اتعمل ليه؟ الفار هو وسيلة مساعدة وتحقيق العدالة التحكيمية. للأسف الشديد امبارح أنا شايف إن هدف صحيح 100% لم يحتسب، وعلامات استفهام كبيره، وايضا ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لجونيور أجاييه نتيجه عدم تدخل الفار. وزي ما قلت حالتين من الحالات الواضحه جدا جدا صحيح. لو كان تم احتسابهم اعتقد كانت المباراه كانت هتروح طيب. في حته ثانيه. كابتن ناصر اولا بصبح على حضرتك صباح الفل يا فندم، سعداء بوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي. بعد اذنك انا اسف طبعا للمقاطعه، بس طبعا يعني ايه الموضوع ملح جدا. احنا بقالنا فتره طويله قوي يعني تقريبا ما فيش مباراه في الفتره الاخيره للنادي الاهلي كان يخلو كلام فيها عن الفار وارتباطه الوثيق بمصدوميه ما للنادي الاهلي. الفار المفروض ان هو اتوجد لتحقيق مبدا احقاق الحق، واعتقد ان في الفتره الاخيره المبدا ده اتهز بشكل كبير جدا، واعتقد ان في الفتره الاخيره الفار او التقنيه دي يعني فرغت المعنى ذات نفسه او المبدا نفسه من مضمونه. فليه اللي حاصل ده بيحصل بشكل متكرر وبشكل لافت للنظر، بيرتقي لمرتبه انه بيشكل ظاهره عجيبه تستحق التامل، والكلام ده دايما ما بيحصلش غير مع النادي الاهلي. هل تكرار هذه النوعيات من الامور بشكل مستمر وبشيء من الاصرار معناه ان في شبهه سوء نيه مثلا؟ كابتن خلينا نفترض، يعني مش هقول سوء نيه، ولكن انا ايه اللي استفدته انا كنادي اهلي؟ بس ده السؤال، سواء بقى في سوء نيه، سواء في قصور في تقنيه الفار او قصور في تدريب الحكام. انا بتكلم استاذ كريم على النادي الاهلي النهارده كمجلس اداره كجهاز فني واداري وكلاعبين وكل العاملين على منظومه الرياضه في النادي الاهلي خاصه فريق كره القدم. النادي الاهلي النهارده صرف كتير، بذل مجهود كبير، النهارده بطوله بتضيع منه بسبب الاخطاء التحكيميه. من المسؤول؟ يعني انا النهارده استفدت ايه النهارده حضرتك لما بتحط لي حكم النهارده قليل في الخبره، سواء كانت التقنيه غير مجديه او التقنيه غير متكامله؟ انا النهارده بتكلم على النادي الاهلي النهارده خسر باخطاء تحكيميه واضحه جدا وضوح الشمس للاسف الشديد. هقول اهمال من الحكام، هقول قصور في التقنيه، هقول مشكله في اختيار الحكام، هقول ان الحكام ما تدربوش كويس، او هقول التقنيه قليله. انا في النهايه انا عندي دوري كبير يا استاذ كريم، دوري اقوى دوريات موجوده على مستوى العالم العربي، عندي نادي كبير زي النادي الاهلي والمنافسين، يجب النهارده انا كمسؤول
يعني اوفر كل العوامل المهمه جدا جدا في نجاح المسابقه. للاسف الشديد انا شايف الاخطاء التحكيميه هنا ان الامور زادت عن حدها، الاخطاء التحكيميه اثرت في نتائج كثيره جدا صحيح. جدا، وقلنا الاخطاء التحكيميه المؤثره اللي الفريق اللي هو لم تحتسب له هذه الاخطاء تاثر بالنقاط، وبالتالي بتكلم في 15 نقطه هذا الموسم. ونقول كلام مرسل، ولو جبنا الحالات التحكيميه حالات تحكيميه واضحه جدا جدا جدا. طيب انا عندي سؤال اخير لحضرتك كابتن ناصر لو تسمح لي، علشان برضه نستغل وجود حضرتك معانا، يعني ماذا على دلوقتي النادي الاهلي ان يتخذ من اجراءات، وهل سيتخذ من اجراءات من وجهه نظر حضرتك اصلا ام لا؟ يعني خليني اعرف المفروض نعمل ايه دلوقتي. وانا هرجع لمباراه غزل المحله، بس تسمحي لي. اتفضل يا فندم. مباراه غزل المحله النادي الاهلي خسر فيها 3-1، دي مباراه من ضمن المباريات. بعد هذه المباراه اللي لم تحتسب فيها ركله جزاء صحيحه لصالح محمد هاني، الخطا واضح جدا جدا وضوح الشمس، وللاسف برضك هرجع للفار الذي لم يتدخل ولم يتبع الحكم في هذه الحاله، دي نمره واحد. نمره اثنين، عندي في دقيقه 46 من الشوط الثاني بطاقه حمراء صريحه وواضحه للاعب غزل المحله نتيجه منع فرصه محققه لتسجيل هدف، الفار لم يتدخل والحكم لم يحتسب ولم يشهر البطاقه الحمراء. هذه المباراه بعديها على طول ان الاهلي عمل بيان كبير جدا أيوة. على التحكيم صحيح، وطلب حكام اجانب، وقال ان انا عندي استعداد ان ادفع مصروفات الحكام الاجانب سواء كان على ملعبي او خارج ملعبي نتيجه الظلم التحكيمي اللي كان موجود في هذه المباراه. وقالوا ان التحكيم هيبقى كويس، وان المباريات اللي جايه كلها هتبقى تمشي بشكل رائع وهكذا. يعني الاهلي عمل اللي عليه قبل كده صحيح، احنا قرينا البيان هنا صحيح، بس هي كررت مره ثانيه يا فندم، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، يعني ايه الحل؟ وقدم احتجاج. انا بقول ايضا يعني الحلول ان يعني المسؤول عن اللعبه والمسابقه لابد ان هو يبحث عن تطوير منظومه الفار، لان هذه المنظومه من البدايه كان فيها استعجال، وانا قلت الكلام ده اكثر من مره، تدريب الحكام لم يكن كافي لهذه المسابقه. من فضلك لو انت عاوز تطبق تقنيه ما عندكش الامكانيات، كان لابد انك انت تاجلها في هذا الموسم وتعتمد على الحكام، لان انا النهارده لما يكون حكم من غير فار انا بعذره. النهارده الفار موجود لمساعده الحكم وتحقيق العداله التحكيميه. انا شايف ان العداله التحكيميه في هذا الموسم للنادي الاهلي يعني للاسف ما كانتش موجوده نتيجه الاهمال والتقصير، نتيجه التقنيه، نتيجه عدم اختيار الحكام المناسبين للمباريات، وقلت الكلام ده اكتر من مره. كلنا والله كل الناس قالته اكتر من 100 مره كمان. على كل حال يعني يا كابتن ناصر انا بشكر حضرتك انا وكريم جدا على هذه المداخله الاكثر من رائعه، ونتمنى يعني قريبا يتم تغيير هذا الوضع، ولو ان احنا واثقين ان دي مش هتكون برضو اخر مره للاسف الشديد ان احنا بنتكلم بهذا الشكل. يعني شكرا ليك كابتن ناصر عباس الخبير التحكيم. انا مش من الناس اللي بتميل دايما يعني لفكره ان احنا نعلق اخطاء او مشاكل معينه حصلت على شماعه الغير، بس حقيقي الموضوع ده ابتدى يكون ملفت للنظر جدا في الفتره الاخيره. وبعدين الاهم ان نوع المشكله جايه او مرتبطه بشيء المفروض تاني هرجع اقول دي تقنيه المفروض اتعملت لاحقاق الحق عشان الحاجه اللي يسهو عنها الحكم، يبقى عندنا بقى ايه تقنيه الفار ونرجع لها من كل الزوايا. لكن لما تتكرر الحكايه دي حتى في حاجات ما فيهاش مساحه حتى للاهتمام بان احنا نرجع للفار، لان هي واضحه وضوح الشمس، واللي بيقول لك زي ما بيقولوا في المثل اللي ما بيشوفش من الغربان يبقى اعمى. فما اعرفش الموضوع يعني فعلا لافت للنظر، خلينا لافت بس ده اضعف الايمان يعني.